السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث اليوم يمس رح نبلش بوحدة جديدة وهي آخر وحدة إن شاء الله جمع البيانات وتمثيلها جمع البيانات وتمثيلها أول درس معنا اللي هو جمع البيانات وتنظيمها هلأ بالنسبة للبيانات هو مصطلح إحصائي هلا كيف بدي احكي لكم مثلا أه يمكن اكيد بتعرفوا شيء اسمه احصائيات لما مجموعة بتاخذ بتلف مثلا على الناس وبتاخذ اسئلة معينة او بتطرح اسئلة معينة وبتاخذ الاجابات وبناء على هذه الاجابات بتقوم بايش؟ باحصائية الها تمام؟ فهون رح نتعلم مع بعض كيف نجمع هاي البيانات وكيف ننظمها في عندنا المصطلح اللي رح تتعرفوا عليه البيانات وكيف رح نظبطها في جدول هذا الجدول اسمه جدول الاشارات تمام؟ المصطلحات اللي رح تتعرفوا عليها اللي هي البيانات، المقصود بالبيانات المعلومات اللي احنا رح نجمعها وجدول الاشارات بدنا ننظم هاي البيانات في جدول اسمه جدول الاشارات. فهلا يا مس بتمنى منك تركز معي بالمثال عشان إذا ركزت معي بهذا المثال رح تتسهل عليك إن شاء الله طلعوا علي سأل معلم رياضيات طلبة الصف الثالث عن أحد أنواع الفاكهة التي يفضلها تمام هلا أنا ماشي سألت طلاب الصف الثالث وحددت لهم انواع الفاكهه بدي عنب موز رمان حددت لهم هذول الثلاث انواع تمام وانا بدي اخذ الاجابات اللي هي بنسميها البيانات تمام طيب الطالب الاول خلينا نحكي مثلا تفضل يا محمد ايش تفضل حكالي موز طيب الطالب الثاني مثلا أمير ماذا تفضل؟ حكالي عنب من بين الموز والرمان والعنب يفضل عنب الطالب الثالث تفضل يا بشير راح يحكي لي رمان الطالب الرابع تفضل يا حمزة حكالي عن... عفو عنب طيب الطالب اللي بعده موز واللي بعده حكالي موز اللي بعده رمان اللي بعده موز كمان عنب رمان شوف هاي إجابات مين هاي إحنا قاعدين عم ناخذ إجابات الطلبة على النوع الفاكهة المفضل رمان موز موز رمان عنب رمان رمان عنب موز رمان

26 تمام هاي البيانات اللي احنا جمعناها او الاجابات الطلبه تمام كانت المجموعه الاولى اللي هي عنب وموز المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه بتهم رمان طيب هاي المعلومات اللي حصلت عليها من الطلاب هاي شو حكيت بسميها بيان نات اللي هي اجابات الطلبه اللي هي المعلومات اللي انا حصلت عليه لما سالتهم لما اعطوني هاي الاجابات هاي سميناها ايش بيانات تمام طيب عشان ننظمها ونتعامل معها انا بدي اعرف عشان لما اجي بدي اشوف الطلاب شو اكثر نسبه اللي بفضلوا الفاكهه شو بعمل اطلعوا يا ثالث علي على جدول الاشارات كيف بنعمله تمام هون بنحط السؤال اللي سالنا انا سالت عن ايش نوع الفاكهه تمام شو كانت عندنا في موز وفي عنب تمام وفي رمان وهون بنحط الاشارات مش هذا الجدول ايش بنسمي هذا الجدول جدول ال إشارات بنسمي هذا الجدول جدول إيش؟ الإشارات تمام؟ هذا بنسميه جدول إشارات طيب وهاي إيش بنسميهن حكينا؟ البيانات تمام؟ ركز معي هلا أنا بالنسبة للإشارات خلينا نطلع على الطالب الأول حكى موز بعمل الإشارة هاي هاي صار طالب اللي بعده عنب هاي عملت إشارة على العنب اللي بعده رمان هاي رمان عنب موز موز رمان موز عنب رمان موز طلعوا علي هلا الرابع دائما الاربع اشارات الخمسه بنسكرها هيك هاي خمسه بنسميها هيك أول مجموعة، طوالي أول ما بتشوف أربع إشارات وتسكرت بالخامسة هذول يعتبروا خمسة تمام؟ موز ها شايف؟ فتحت مجموعة جديدة رمان عنب عنب هاي الخامسة هيك دائما أربعة والخامسة إيش بنعمل؟ بنسكر أول مجموعة بحكي لك دائما ما بتعد، لما بتشوف هاي المجموعة خلص بتعرف انهم كم؟ خمسة تمام رمان هاي خمسة رمان هاي بلشت وحدة جديدة عنب موز رمان موز 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 هاي المجموعة الثانية عنب موز رمان، تمام تمام، هاي منسميها من, سميها من, من عب يعني هاي الإشارة عبارة عن واحد، هاي عبارة عن اثنان، هاي ثلاثة، وهاي أربعة، وهاي خمسة، تمام طوالي أربعة وهاي الخمسة بالصورة هاي فصاروا كم خمسة. تمام ثمانية تمام ثالث سهل يا مس مش كمان بس سهلة وحلوة ماشي هاي هي المقصود فيها بجدول الإشارات وهاي الإجابات اللي إحنا بناخدها بنسميها إيش بيانات هلا افتحوا الكتاب صفحة ثمانية وثمانين افتحوا لي الكتاب صفحة ثمانية وثمانين تمام طيب كان المعلم يسأل الطالب عن نوع الفاكهة ثم يسجل في الجدول زي ما عملنا تمام هلا اطلع لي على جدول الإشارات الموجود هون خلينا نجيب على الأسئلة هاي السؤال أول اثنين ثلاث أربعة خمسة ما عدد الطلبة الذين يفضلون الموز هاي الموز تمام هاي الموز هاي الموز شو حكينا؟ خمسة وخمسة عشرة واحد معناته إحدى عشر طالبا تمام؟ ما عدد الطلبة الذين يفضلون الرمان؟ هاي خمسة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان طلاب أي نوع من الفاكهة يفضلها الطلبة أكثر؟ الموز ولا العنب ولا الرمان؟ إيش تتوقعوا؟ إيش؟ أيوه، الموز. بكم يقل عدد الطلبة الذين يفضلون الرمان عن عدد الطلبة الذي يفضلون الموز؟ كم يقلوا؟ هل الموز قديش كانوا؟ إداعش ناقص الرمان كم من طالب؟ كم من طالب الرمان؟ واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إداعش ناقص ثمانية معناته ثلاث طلاب تمام ما عدد الطلبة في الصف كيف منعدهم شوف الموز خمسة وخمسة عشرة يدعش ناعش ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عش. عش. عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين ستة وعشرين طالباً ماشية ثالث طيب واضح هذا المثال إن شاء الله رح يكون واضح خلينا نيجي على المثال الموجود في الكتاب المثال الثاني ركز معي كمان ترشحت هند وفاطمة وجوان لرئاسة أسرة الصف تمام اترشحوا اسمائهم فا هند وفاطمة وجوان تمام؟ صوتت الطالبات عن طريق كتابة احد الاسماء على الورقة، يعني كيف؟ ترشحوا هدول الثلاث هند وفاطمة وجوان وكل واحد بده صوت بصوت على تكون معه. ثم فرغتها المعلمة على السبورة، حطتهم على السبورة، طيب ركز معي. هلا هدول السبورة تمام هدول اللي كتبتهم على السبورة شو كتب هذا ايش منسميه جدول الاشارات تمام وهدول حكينا ايش منسميهم البيانات شوف شو حطينا هون اسم المرشحة حكينا نوع الفاكهة لا عن شو عن ايش كان ال... من نجمع بياناته عن اسم المرشحة هاي هند وفاطمة وجوان وهاي الإشارات خلينا نشوف أول وحدة فاطمة هاي حط الشحطة لفاطمة هيك بدنا نطلع مين اللي فازت برئاسة الصف هند هاي حط الشحطة لهند جوان هاي حط الشحطة لجوان فاطمة هاي فاطمة فاطمة هاي فاطمة هند هاي هند فاطمه هاي فاطمه جوان جوان هند هند فاطمه شايفين اربعه والخامسه تمام جوان فاطمه هند فاطمه حكينا فاطمه صح جوان جوان شوف الخامسه هيها شايف فاطمه جوان جوان هند ها شايفين كيف جوان فاطمه تمام يلا اتأمل بجدول الإشارات الآتي اتأمل بجدول الإشارات الآتي واحكي لي مين اللي فازت برئاسة هند ولا فاطمة ولا جوان مين أحسنتم فاطمة فاطمة اللي فازت تمام مين اللي فازت فاطمة ماشي طيب هون يا ثالث هون يا ثالث قد حصلت هند على كم من أصوات؟ خمسة وفاطمة اللي فازت كم حصلت؟ تسعة وجوان ثمانية تمام؟ طب كم عدد طلاب الصف؟ كم عدد؟ خمسة وخمسة عشرة وخمسة خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين طالبا ويعطيكم ألف عافية